السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة باب الواد، منطقة الباستيون، إذن أمام قصر رياس البحر وبلاصة العواد، يعني المنطقة المقابلة لباب الواد وما يسمى بقاع الصور، منطقة قاع الصور. ورانا يعني في مكان الكورنيش السفلي، إذن هذا هو الكورنيش السفلي، راه قيد الأشغال، فيه التهيئة نتاع الكورنيش هذا على طول الساحل هدايا. إذن هذا الكورنيش الثاني أو الكورنيش الجديد أو الكورنيش السفلي اللي راه قيد الأشغال. وهنا فيه أشغال إنجاز ملاعب رياضية، هذه مليحة، فيه من هنا لاحظ فيه ملاعب للرياضة. إذن تم ردم كل هذه المنطقة، والردم هذا يعني فيه حوالي 80 متر نتاع عرض، 80 90 متر 70 صديقون، يعني بالأماكن نتاع الآخر. من كل هذه المنطقة تم ردموها، وهذه حاجة مليحة إنه فيه إمكانية باش تخلق فضاءات جديدة، لأن المنطقة هذه فيها، يعني المنطقة هذه ما فيهاش فضاءات كثيرة نتاع منطقة باب الواد وساعة الشهداء، كل هذه المنطقة يعني أكثر فيها السكان ضيقة، مكتظة بالسكان، فهذا الأمر جيد أن يكون فيه هذا التهيئات الجديدة هذه. إذن الأشغال ما زالها مستمرة، ما زال فيها خدمة كبيرة.
هاي وهنا عندنا القصر تاع رياس البحر والباستيون 23 اللي ان شاء الله نزوروه نديروا له نهار نجيو نتعرفوا عليه. وهنا نشوف الحائط الروماني، الحائط الروماني اللي يعود إلى فترة قبل من الرومان، يعني في منطقة إلى عصر الفينيقي. هذا الحائط يعود إلى رحلة الفينيقيين. هذا الحائط كبير، قديم 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 صار. إذن هذه شاطئ قعصر، شاطئ تاع قعصر هذا هو. هنا كانت تهيئة جديدة. هناك كاين مصعد كاش كاش دراجة هنا. فيه ملاعب. إذا نكتفي بهذا القدر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هذا مش
ان شاء الله ان شاء الله.